ما هو القول الراجح لساعة الإجابة يوم الجمعة؟ أقوى ما ذكر فيها قولان. القول الأول أنها من حين صعود الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، من أول ما يصعد الخطيب على المنبر، لأنه بدأ صلاة الجمعة، إلى أن يفرغ من الصلاة. فهذا يشمل ما في الخطبة، ويشمل الدعاء أثناء الصلاة إلى السلام، وهذا قول قوي. وأقوى منه وأرجح القول الثاني، وهي أنها بعد العصر، وهي قليلة الوقت، فإن قيل كيف تكون بعد العصر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، وما بعد العصر وقت نهي. قلنا إن من صلى العصر وانتظر في المسجد ينتظر صلاة المغرب فهو قائم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، يعني القاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقائم الذي يصلي قائما. وهذا أرجح وأقوى الأقوال في ساعة الإجابة في يوم الجمعة.